نرحب بحضراتكم مرة تانية. أي دولة قوية معروفة أن هي لازم تبقى قوية باقتصادها، وزي ما تكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة عن أهمية توطين الصناعة والخطوات القوية اللي ماشية عليها الدولة عشان تنفذ هذه الاستراتيجية، كان لازم نسأل كده مجموعة من الأسئلة. إزاي هنوطن صناعتنا؟ وإزاي نقدر نحقق طفرة حقيقية في هذا الملف؟ إيه التسهيلات اللي ممكن تتقدم للمستثمرين والمصنعين؟ أسئلة كتيرة قوي هنعرفها وهنعرف إجابتها من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ إبراهيم المرغني، عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني زي ما قلنا أنه أي دولة قوية معروفة باقتصادها القوي بيبقى ليها الصناعة بتاعتها هي المعروفة بيها، سواء في بلاد معروفة بصناعة العربيات مثلا أو غيره أو غيره. الدولة المصرية بقى في عندها وعي بأهمية توطين الصناعة، وبنبتدي بقى نقلل استيراداتنا من الخارج ونبتدي نبقى عاملين أو عندنا منتجاتنا الخاصة بينا. طيب اهتمام الدولة بالمستثمرين دلوقتي وبالصناعة حضرتك شايفه إزاي؟ نمرة واحد إن مصر لابد لها من توطين الصناعة، لأن الصناعة بتمثل حوالي 82% من حجم الناتج القومي وحجم العمالة، التشغيل القوى العاملة اللي موجود في البلد. نمرة اتنين، احنا عندنا مشكلة مصر الأزلية حاجتين اتنين، الدولار والواردات والتشغيل، ثلاث بنود، الواردات الدولار والواردات والتشغيل. اللي يحل الكلام ده كله هو الصناعة. ومن هنا كان انه ابتدى مدخل الدولة في الاتجاه للاهتمام بالصناعة وتوطين الصناعة في مصر. لأن مصر بتملك مقومات كتيرة للصناعة. بتملك مواد كتيرة ممكن تدخل في مواد وفي صناعات مغذية عديدة على المستوى الصناعي. ويمكن أبسط مثال أو أسرع مثال موجود الرمال السوداء اللي الريس فتح المشروع بتاعها وقال للناس وقال للمستثمرين يا مستثمرين دي فرصة، مشروع كل العالم بيستفيد منه وكل منتجاته بتصدر للخارج والدولة عملت الهيكل الأساسي والبنية الأساسية، وأنا بدعوكم أن أنتوا تساهموا وتكونوا أحد المشجعين له. لكن الحقيقة جهود الدولة لوحديها بينقصها شيء. القرارات والقوانين بتطلع كويسة وحلوة وزي الفل، لكن الإجراءات التنفيذية هي واللوائح هي التي يجب إعادة النظر فيها. ويمكن دي كانت أحد التوصيات اللي المؤتمر الاقتصادي أقرها في الآخر خالص، إنه وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بالتعاون مع إبدأ، مبادرة إبدأ، هيمسكوا الإجراءات ويبسطوها. لأنه ما يكفيش إن الاتجاه العام يبقى تشجيع الصناعة، ما يكفيش إن القانون يبقى جاذب للصناعة، يجب الإجراءات نفسها تبقى ميسرة ومبسطة وسهلة للدخول في المجال وتشجيع الصناعيين. يعني بمعنى آخر، أو خلينا يعني نلخص المشكلة اللي مصر بتواجهها، البيروقراطية. تمام. فكرة إن إحنا عندنا خطوات كتير زي ما حضرتك قلت، اللوائح والقوانين المنفذة. طيب أستاذ إبراهيم، يمكن إحنا مؤخرا بقينا بنسمع إن مصر بيتم فيها تجميع المنتجات، يعني بنجمع مصر مثلا تيجي مكونات صناعات أي مكان المنتج بتتجمع في مصر. بمعنى آخر أو بشكل آخر، إحنا عندنا مشكلة في فكرة تصنيع المكونات المحلية، أي منتج بيكون ليه مكونات صناعية بيحتاجها عشان نقدر نكون المنتج في الآخر. عايز أعرف من حضرتك ما ينقصنا عشان نقدر إحنا نصنع هذه المكونات، لأن إحنا بنتكلم ممكن نتكلم مثلا في صامولة، في مسمار، ودي يعني يمكن احنا بنتكلم عليها بسهوله بس هي مش سهله، هي دي حاجه مش سهله. فعايز اعرف من حضرتك ما ينقص مصر انها تقدر تكون مركز للتصنيع، زي ما حضرتك قلت في مشروعات بالفعل بتفتتح، في مجمعات صناعيه موجوده، كل قوانين بتسن وموجوده للتسهيل على المستثمرين والمصنعين. عايز اعرف من حضرتك بجانب فكره البيروقراطيه ايه اللي ينقص مصر دي؟
الحقيقة إن الصناعة بتعتمد على حاجتين اتنين، بتعتمد على نو هاو، الطريقة، بتعتمد على الناحية الفنية في إنتاج المنتج. يعني بيبقى فيه مدخلات اللي هي المواد الخام، واللي احنا بنقول إنها كتيرة ومتواجدة عندنا، وإن احنا مش من الصح إن احنا نبيعها مادة خام، لا احنا لازم نعمل عليها قيمة مضافة. صحيح، اللي هي بترجع لنا أصلا بالقيمة المضافة، فالسعر بترجع لنا على القيمة المضافة بس بأسعار مضافة. فإحنا علشان نحولها من مادة خام لمنتج عالي القيمة لازم يبقى عندنا النو هاو بتاعها، لازم يبقى عندنا الآلات والمعدات بتاعتها. النهارده لحسن الحظ يعني وأنا بتكلم معاكم، إن الرئيس بيفتتح معرض الآلات والمعدات، لأن الآلات والمعدات دي هي اللي بتحول المنتجات الخام لمنتجات ذات قيمة مضافة تدي عائد وتشغل المصانع. طب إحنا نعمل إيه؟ الحل بسيط قوي. إحنا عندنا براءات اختراع وعندنا مراكز بحوث كبيرة جدا، وبتطلع مئات من البحوث، وعندنا علماء اللي الغرب بيستفيد بيهم والدول الخارجية بتستفيد بيهم. احنا لازم نربط ما بين الصناعة وما بين البحث العلمي، ولازم الربط ده ما يتركش للأفراد. مع احترامي، الربط ده لازم يبقى، احنا عندنا هيئة اسمها هيئة التنمية الصناعية. التنمية، انا عايز اشوف فين التنمية من هيئة التنمية. هيئة التنمية دي مفروض يبقى ليها دور ايه؟ تمسك الابحاث العلمية دي، البراءات الاختراع اللي بدل الغرب ما يستفيد بيها والدول الاجنبية تستفيد بيها، لا انا اعمل البروتوتايب بتاعها مع الجهة البحثية، واتكلف بادخال هذا المشروع لاحد المصانع، وابقى راعية ليه لانجاحه لغاية ما يبتدي ينتج المنتج. النموذج المبدئي حضرتك تقصد؟ لان انا مش هقدر ابقى عندي ريادية في الصناعة بدون ما يبقى عندي ريادية في النو هاو، لان اللي بيديني المكن عمره ما هيديني المكن الاخير، لازم هيديني الحاجة اللي هي ما قبل الاخيرة. اولا لانه عشان يبقى هو ليه سبق بالنسبة لي، ويبقى هو دايما اعلى مني. عشان نحل القاعدة دي لازم الاستفادة من المراكز البحثية، وربط الصناعة بالبحث العلمي بجهات قادرة وجدية، وتربطها فعلا بالبحث العلمي وتربطها بالصناعة. بتفق مع حضرتك تماما، يعني لازم فعلا ان احنا لو عايزين نتطور في حاجة معينة احنا لازم ندرسها، ومش عيب ان احنا ناخد العلم ده من حتى الدول الأخرى اللي هي يمكن سبقتنا في هذا المجال. وبنتكلم عن الشيبس اللي هي دلوقتي مشكلة العالم كله، وموقفة صناعات بحالها. يعني احنا هنبدأ من حيث ما انتهوا، يعني احنا المعلومة وصلنا في التطور الأخير، وعندنا أبحاث فيها. نعمل الدمج بين الاثنين ونستفيد. حقيقي. حتى لو طلعت، اولا مصر سوق كبير جدا، حتى لو في المرحله الاولى طلعت منتج اقل سنه من المنتج الخارجي شويه، فانا عندي السوق بتاعي نمره واحده هستوعبه. أكيد. في خلال سنتين ثلاثه هتبتدي الامور تتطور، الصناعه تتطور، نبتدي نقدر نصدر، وعندنا اسواق تقدر تستوعب المنتجات بتاعتنا. أكيد. طيب ازاي نقدر ان احنا نتوسع اكتر في انشاء المصانع؟ يعني انشاء مصانع اكتر، يعني منتجات اكتر، يعني ايدي عامله. فازاي نقدر ان احنا نتوسع اكتر في يمكن جذب المستثمرين ان هم يفتحوا عندنا مصانع، لو قلنا اجانب كمان؟ بص سعادتك، المستثمر ده زي الجرار بتاع القطر. القطر بيجر وراه 15 عربيه، كل عربية فيها 100 واحد، هنعتبر كده مثلا، أو 50 واحد، واللي بيجر كل الكلام ده هو جرار واحد. المستثمر هو هذا الجرار، لازم نوفر له بيئة العمل الصح، لازم نوفر له الإجراءات الصح، لازم نوفر له الحوافز الصح، علشان فكره وجهده ووقته صح يتفرغ لي شغله بس. شغله
مش انه يتفرج، مش انه يتفرغ انه يحل مشاكل. احنا زمان لما كنا اول ما انشات المدن الصناعيه الحقيقه كنا بنروح الاجهزه، اجهزه المدن كان في مكتب خاص بالمستثمرين. المكتب ده بيسهل لك وبيخلص لك كل الاجراءات بتاعتك مباشره، لان المدن الصناعيه كانت لسه رمل. لما الطلب زاد على المدن الصناعيه، على المدن الجديده، اتلغت المكاتب ديت، وبقى المستثمر يروح عشان يؤدي اي خدمه في اجهزه المدن بيدخل قاعه كده كبيره اسمها قاعه خدمه المواطنين، فيها 1000 واحد، فيها 1000 مش عارف ايه. فحس بالضياع، حس ان اللي هو انشاه، اللي هو تعب فيه، اللي هي المدن الصناعيه والمدن الجديده دي اصبحت ملك الاستثمار تاني، وما اتحلتش، وابتدت مشاكله ما تتحلش. انا لو اديتك امثله، في امثله كتير. يعني هيئه التنميه الصناعيه واجهزه المدن الجديده، لما انشات هيئه التنميه الصناعيه كان ليها 5 اهداف اساسيين كلهم بيتركزوا في حرف الت: تشجيع وتطوير وتسهيل، كل الكلام ده. المفترض ان هيئه التنميه الصناعيه كانت تقوم بهذا الدور. هيئه التنميه الصناعيه قصرت دورها على انها تدي مهل وتحصل ايرادات عشان تطلع التراخيص الجديده. لكن فين الخمس بنود دول؟ هم الخمس بنود دول اللي احنا بنتكلم عليهم، انه يجب ان الجهات المعنيه بالصناعه هي تتولاهم، انها تمسك البحث العلمي من ناحيه، وتمسك قائمه الواردات المصريه من ناحيه، وتشوف ايه اللي بنستورده وايه اللي البحث العلمي بيحله، وتعمل الماتشنج ما بينها وما بين المصانع وبرعايتها وبتسهيل الاجراءات وليس بتعقيد الاجراءات. ما يبقاش الهدف بس ان انا احصل، المستثمر عنده استعداد انه يدفع للدوله كل اللي هي عايزاه وزياده، بس تتسهل اجراءاته. البيروقراطيه نمره واحد، اللوائح نمره واحد، ان المسؤولين عن الاجراءات يفهموا ان المصنع اللي بيقوم هيشتغل فيه 100 واحد، ممكن الواحد ال 100 واحد دول منهم يبقى واحد ابنه او واحد ابن اخوه او واحد من عيلته او واحد من شرعه. يعني المصنع اللي بيقام ده لفايده الكل زي ما قلنا، لان ده القطر اللي بيشد العربيات كلها. فاتجاه الدوله اتجاه محمود، انها بتشجع الصناعه، بتعمل مشاريع جديده، بتفتتح ريادات في مشاريع جديده لاستغلال ثروات البلد. لان احنا عندنا حاجتين اتنين مهمين قوي. احنا اولا مصر سوق كبير، يعني الصناعات اللي بتجينا من بره دي بتجينا عشان احنا سوق، واحنا بوابه لدول كتيره في افريقيا. وغير كده وكده عندنا الامكانيات والمواد الخام اللي لو استغلت بالطريقه الصح حسب ما بيقول القانون. احنا ما بنقولش عدلوا القانون، القانون حلو وكويس وزي الفل، لكن الاجراءات، تنفيذ القانون يمكن كمان عامل اخر، واللوائح بتاعته تبقى هي يمكن عامل اخر. اضيف على كلام حضرتك العوامل اللي عندنا بالنسبه لمصر اللي يعني تعزز فكره الصناعه، هضيف عليهم فكرة العامل المصري، اليد العاملة المصرية. هنتكلم أكتر عن هذه العوامل، وهنتكلم أكتر عن هذه النقاط، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك أستاذ إبراهيم. نرحب بحضراتكم مرة تانية. ويمكن الحقيقة في بداية الحلقة كنا بنتكلم عن اهتمام
الدولة بصناعات وتوطين الصناعات. ومنورنا في الاستوديو أستاذ إبراهيم المرغني. كنا بنتكلم أستاذ إبراهيم مع حضرتك في فكرة أنه مصر عندها عوامل مختلفة الحقيقة تقدر أن هي بالفعل نقدر إحنا من خلال إحنا نعزز فكرة توطين الصناعات والصناعات بشكل عام، ونقدر كمان إن إحنا نعزز صادراتنا بشكل كبير. حضرتك كلمت عن جغرافية مصر، حضرتك كلمت عن إن إحنا سوق كبير وسوق مستهلك بشكل كبير يستوعب سلع مختلفة ويستوعب صناعات مختلفة، لكن أيضا من أهم العوامل الحقيقة الموجودة عندنا في مصر فكرة العمال المصريين أو الإيد المصرية. عايز أعرف من حضرتك، شايف دلوقتي فكرة تأهيل العمالة المصرية شايفها إزاي؟ شايف إن هم دلوقتي إحنا عندنا بالفعل عمالة قادرة إن هي تقدر تكون شغالة في مصانع بقى زي ما كنا بنتكلم بمعدات حديثة بتكنولوجيا حديثة؟ هو الحقيقة الشق ده بينقسم لكذا فرع. أولا إحنا ابتدت تبقى عندنا مدارس صناعية تابعة للمصانع، غير التدريب المهني وغير مبارك كول، بقى عندنا مدارس تابعة للصناعة. يعني أنت كمصنع ممكن بتاخدي مدرسة وبتجيب الطلبة وبتدربيهم وبتدي لهم الكورسات اللي أنت عايزاها. دي المدارس التكنولوجية. المدارس دي بتديكي في النهاية تقدري تاخدي المنتج اللي أنت عايزاه، غير المنتج اللي في السوق. المنتج اللي في السوق طبعا مستوى الشباب في تكنولوجيا المعلومات وفي الاي تي وفي الكلام ده عالي جدا في مصر، دي ما فيش حد يقدر ينكرها. والماكينات معظمها الجديدة بتعتمد على التكنولوجيا في الكمبيوتر، فبقى احنا عندنا قطاع من الشباب قادر على انه هو يتحرك في المجال ده. لكن اللي انا بقى عايز اقوله الحقيقه انه احنا لازم الشباب يفهم ان الدنيا ما بتبقاش مره واحده، انه مش هيبدا من تحت لفوق مره واحده، انه لازم يبدا ولازم يبذل مجهود ولازم يشتغل علشان ينجح وعشان يوصل. والكفاءات المصريه في الخارج بتنجح بسبب كده، بسبب ان هو بيبقى عايز ينجح، وبسبب ان الكنترول اللي حواليه ظروف ملائمه بيساعده وظروفه بتساعده على انه هو ينجح. مش عايزين البيئه اللي هي تخلي الشاب عايز كل حاجه بدون اي حاجه بدون عمل. وربنا قال وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صحيح. احنا عايزين في المقابل مصر فيها كم شباب كبير، شباب بالنسبة الشباب كبيرة، عايزين نستفيد من طاقة الشباب دي في العمل. صحيح. وليس في صحيح. لازم يكون عندنا عمالة مدربة وعمالة مؤهلة، لكن عندنا. لازم يكون عندنا طبعا عندنا، لكن عايزين نزود ده، ولازم يكون في مقابل كمان لهذا الشاب انه يقدر يعيش ويقدر يعني يحتفظ بالمهنة دي. انا هدي تخيل لحضرتك، تخيل بسيط كده. احنا بنقول انه في أزمة إن الناس تلاقي شغل، بالعكس العكس هو المتواجد. تلات أرباع المصانع هتلاقي على الأتوبيسات بتاعتها مطلوب كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا ومعلقاهم عشان الناس تروح تشتغل، وبتتاخد مرتبات كويسة جدا. أنا مش عايز أقول لك حضرتك بتتكلم إن الناس زنقة نفسها في يمكن وظائف معينة. بالظبط. إنه يعني أكيد مش عايز يبدأ، هو عايز يبدأ في اللي هو غير مؤهل له، واللي هو غير مؤهل عايز يتنوا في اللي هو غير مؤهل له. اللي غير مؤهل له ده انت ما ينفعش، انت لازم تقبل وتبدا عشان وتنجح. وفي الحقيقه حتى لو هو مؤهل بس ما فيش فرصه عمل، بس انت عندك فرصه عمل في حاجه تانية، لا الشغل مهم، انزل واشتغل حتى لو حاجه انت شايفها مش من قيمتك، مفيش مشكله، الشغل مش عيب. وبعدين المرتبات زادت. المرتبات زادت بكميه بمبالغ مش قليله. الحقيقه يا فندم انا ما كانش قصدي عن فكره المرتبات، انا كنت بتكلم يعني مثلا لو هنتكلم في قطاع الزراعه على سبيل المثال، ففي حوافز مثلا للمزارعين. انا الفكره اللي كنت حابه اشير اليها فكره انه يكون في حوافز كمان للعماله، هي دي بس الفكره، للعماله، للايدي العامله، هي دي الفكره اللي انا بتكلم فيها. الحوافز للايدي العامله المصانع بتعملها،
الحوافز اللي الايدي العامله المصانع بتعملها. بتعملها ازاي؟ بتعمل تدريب. بتعمل تدريب للايدي العامله. المفترض ان انا دربتك كايدي عامله، المفترض انه يبقى في حاجه تحميني انا كمصنع. صحيح. ان انت ما تسيبينيش تاني يوم وتمشي. صحيح. لازم القانون يتعدل في هذه الجزئيه. انا طالما خليتك بقيت كواليفايد وعليت من قدراتك، فالمفترض ان انت تستمر معايا لفتره سين من الفترات وتديني الانتاجيه بتاعتي، لان انا صرفت عليك. والا في النهايه المصانع بتعمل حاجه تانية بقى دلوقتي، تقول لك لا انا لا ادرب ولا اعمل، انا اجيب اللي هو مؤهل على طول بزياده عن مرتبه اللي موجود في السوق بحاجه بسيطه. فبتكون نتيجتها ايه؟ انه معدل دوران العماله بيزيد. يعني العامل الفني ينتقل من هنا لهنا عشان فرق بسيط قوي، وينتقل من هنا لهنا عشان فرق بسيط قوي، فما بيبقاش فيه استقرار. احنا عايزين يبقى فيه استقرار. الاستقرار ده يبقى ازاي؟ انا كمصنع هأهلك واديك الحوافز واديك مرتب كويس واعمل معاك كل حاجه، بس ايه؟ لازم القانون في هذه الجزئيه يقول ايه؟ ان انت تديني ما يعوض ذلك. انا مش بربطك عندي طول العمر، وما اقدرش اربطك، لان انت من حقك انك انت تسيبني وتمشي، بس ما تسيبنيش وتمشي في اي وقت. ما تجيش مجرد ما تقبض تسيبني وتمشي. لا، لازم يبقى فيه دي هي في شركات بالفعل وبنوك كبيره جدا الحقيقه يعني بتطبق القانون اللي حضرتك بتتكلم عليه او النظام ده، لان موظفينها بيبقوا بتبعتهم بالظبط، بتبعتهم مثلا ياخدوا كورسات بالزبط. او يعني او ما شابه ذلك، فبالتالي يتصرفوا فلوس زي ما حضرتك قلت، فهتقعد معايا هنا لغايه ما تقضي التكاليف اللي انا عملتها. بالظبط. طيب خلينا نرجع تاني ونتكلم عن يمكن دور الدوله في جذب المستثمرين او توفير يمكن بيئه ملائمه ومناسبه للمصنعين، وبنتكلم عن مبادره زي مبادره ابدا اللي يعني احنا فيها دلوقتي. احنا بنتكلم عن مبادره يمكن هدفها لم شمل المصنعين تحت زي ما بنقول امبريلا واحده او شمسيه واحده او قطاع واحد، فحضرتك شايف ازاي هذه المبادره؟ بص حضرتك، الدوله علشان تجذب المستثمر لازم في جزء مخفي هي بتغفله، المستثمر الداخلي. لأن المستثمر الخارجي لما بيجي يستثمر في مصر بيستثمر بالشراكة مع مستثمر داخلي، أو بيسأل مستثمر داخلي. فلازم تهيئة بيئة العمل للمستثمر الداخلي عشان لما يجي المستثمر الخارجي يلاقي المجال واحد. أنا هدي لحضرتك مثال على حاجة لازم تتغير. في قانون الاستثمار، وده الدولة مهتمية كتير جدا بيه وكل يوم بتعمل فيه حوافز. وقانون التجارة الداخلية وقانون الشركات المصري، ما ينفعش يبقى فيه أكتر من قانون بينظم النشاط الاقتصادي. لازم ما يسري على المستثمر الخارجي يسري معاه على المستثمر الداخلي. فأنا بدعو، وده موضوع هام جدا، إنه قوانين التجارة، قوانين الشركات وقوانين الداخلية بتاع تنظيم المصانع الداخلية والكلام ده كلها تبقى تحت مظلة واحدة اللي هي مظلة قانون الاستثمار. لأن قانون الاستثمار فيه حوافز، الدولة بتدي حوافز، والدولة ممكن تدي حوافز عشان تحل بيها المشاكل. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أشغل ناس مثلا، طب أنا أدي حوافز للمصانع اللي بتديني عدد عمالة معين، أدي حوافز للمصانع اللي بتديني قيمة مضافة عالية، أدي حوافز للمصانع اللي بتحقق لي حجم تصدير كبير. يبقى إذن أنا ممكن أعمل مجموعة من الحوافز تحت مظلة القانون، بس تبقى الحوافز دي مش للكل، كل واحد بياخدها حسب
الاتجاه اللي هو هيحققه والهدف اللي الدولة عايزة توصله. اللي هيحقق لي صادرات معينة أنا هديله سين من حجم الحوافز، اللي هيحقق لي حجم عمالة معينة أنا هديله سين من الحوافز دي، اللي هيحقق لي يعني حسب بقى الأهداف بتاع الدولة. الدولة ابتدت، كان الناس بيتكلموا على الأراضي الصناعية، ابتدت الدولة الحقيقة قالت طيب الأراضي بتاعت جنوب الوادي كله من محافظة الفيوم وبني سويف والجنوب كلها تقريبا المتاحة بدون قيمة. طب أنا عايز الباقي، عايز البيئة بقى بتاعت العمل تبقى واحدة، عايز الإجراءات تبقى واحدة، لازم يبقى عندنا حاجتين اتنين. مصر خدت مرتبة كبيرة جدا في بداية الأعمال، يعني كان عندنا مؤشر ترتيب منخفض في ان احنا نبدأ المشروع، خدنا ترتيب متقدم في ان احنا نعمل المشروع، لكن تشغيل المشروع ما زلنا فيه ترتيبنا متأخر جدا. فإحنا برضو الريس ربنا يكرمه في المؤتمر الأخير قال هنعمل الرخصة الذهبية، يعني أنت كمستثمر هتيجي تقدم الورق وتاخد موافقاتك وتاخد رخصة التشغيل. العقدة هي رخصة التشغيل في 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 الشغل الداخلي كله، العقدة هي رخصة التشغيل. فالرئيس قال هنعمل رخصة ذهبية. طيب احنا شاكرين جدا على الرخصة الذهبية لقانون الاستثمار، ماذا عن العمل الداخلي، الشغل الداخلي، المصانع الداخلية؟ احنا بنطالب ان الرخصة الذهبية دي تبقى لكل مشروع، انت ابدأ واشتغل وانا هديك المواصفات بتاعتي، هقول لك انا مشترطات الرخصة بتاعتي 1 2 3 4، وهجيلك بعد سنتين اراجع معاك الاشتراطات دي.